روجر فيدرر أسطورة التنس السويسري. اخترع روجر فيدرر أفضل اللاعبين الناشئين في سويسرا في سن 11 من عمره، كما انضم إلى الاتحاد الدولي للتنس للناشئين في عمر 14، واستطاع الحصول على أول رعاية تجارية له في عمر 16. صنفه الاتحاد الدولي للتنس البطل العالمي الناشئ بعد فوزه بلقب بطولة أورانج بول. بدأ روجر فيدرر مسيرته الفعلية كلاعب محترف سنة 98 900 و1000، وهو أول رجل سويسري يحرز لقب ويمبلدون في البطولة الكبرى للتنس الجراند سلام لفرد الرجال، وحاز على 18 لقبا في هذه البطولة على مدى السنوات، وحطم فيها الرقم القياسي السابق الذي كان 14 لقبا. تصدر فيدرر المركز الأول في التصنيف العالمي منذ سنة 2004 إلى غاية 2012. تبلغ ثروته حاليا 485 مليون دولار، مما يجعله ثاني أغنى لاعب تنس موجود على الإطلاق. مباراة روجر فيدرر الأخيرة كانت فرصة للجمهور يسجل الستار على مسيرة امتدت 24 عاما، شهدت التتويج ب20 بطولة كبرى و310 أسابيع من التربع على عرش التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين.